ملكوت الله تعالى، سلطان الله وعظمته، ملكه على كل الخلق أجمعين. السلطان الإلهي والعظمة التي لا تحد، سجد لعزته وجبروته كل جبابرة الدنيا، طائعين أو خاضعين. ملكوت السماوات والأرض وما فيهما من إبداعات حيرت العقول، وترامى تحت عجائبها المفكرون الفحول، بل عجزت كل الوسائل الدقيقة والتقنية الحديثة أن تصل إلى شأو هذا الملك المترامي الأطراف، فرجع البصر خاسئاً وهو حسير. وإنه الملك العظيم والكون الواسع يطيش العقل ولا يبلغ حدوده. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ مرحبا بكم في سلسلة أسرار ملكوت الله. في هذه السلسلة سنبحث في عظمة الله وسلطانه، ملكه على كل الخلق أجمعين. الإخبار عن الله بصفات الجلال والعظمة، الجمال والكمال، والكبرياء والملك. ملكوت الله في خلق السماوات، في عظمتها واتساعها، وفي علوها وارتفاعها، وفي سعتها وقرارها. رحلة إلى ملكوت الله في داخلك، نجمع بين المادة والروح، وهما ما يكونان الإنسان، جسم مادي وروح شفافة، جسم مشدود إلى الأرض وروح لها أشواق الملائكة. ملكوت الله في الأراضين وما فوقها، علوم الأرض والخصائص الفيزيائية، من الزلازل إلى قطرات المطر، والفيضانات إلى الحفريات، إلى البرق والرعد، وطبيعة الخسوف والكسوف. خلق الله من عالم الملائكة وأشكالهم وعددهم ووظائفهم، وعالم الجن وقبائلهم وحقيقة خلقهم، وسنن الله الكونية بفهم عميق للحياة وبعضا من الإرشاد الروحي. ندعوك للانضمام إلينا في هذه الرحلة المثيرة. شاركونا أفكاركم وتعليقاتكم في الأسفل، معا لنبدأ رحلة في استكشاف أسرار ملكوت الله.